مرحبا بكم في قناة صور عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد، شقة مميزة في الطابق الثالث ناصية أول صف للبحر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ العرض. ده باب حديد على الشقة، وعندي هنا الأسانسير، عدد الكهرباء، الدور فيه 3 شواء، دي شقة جار، دي شقة جار تانية، وعندي هنا الشقة اللي فيها الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تشطيب هادي وراقي مميز جدا. عندي هنا مطبخ أمريكاني متشطب كويس جدا، وده ريسبشن. شبيك على المونتير، البلكونة ما شاء الله جميلة جدا. شعر ممتاز ما شاء الله، ورؤية جميلة جدا، وفيو رائع للبحر. عندي هنا واجهة المطبخ من بره، دي طرق توزيع الغرف، ومعانا أول غرفة نوم ما شاء الله، حاجة جميلة، وربنا يبارك نصبح ونسيب. تشطيب كويس جدا، جبسون بورد. ودي الغرفة التانية، وعندي هنا الحمام،
ده ضغط الميه، وعندنا هنا الغرفة التالتة. اطلالة الغرفة التالتة. يتبص على ممر الرماير. ونشوف مع بعض الإطلالة بتاعت الغرفة التانية. الغرفة دي بتشوف البحر بكل وضوح، وتطل على الشارع. إطلالة الغرفة دي برضو تالت غرفة، بتطل على الشارع وتشوف البحر بكل وضوح. شغل ممتاز ما شاء الله، راقي جدا، وربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. شوف رؤية البحر كمان مرة، ونعرض تفاصيل الوحدة بالكامل. رؤية بحر برضو من الريسبشن هنا عندي. الله جميلة جدا، ممتازة. ونتكلم مع بعض على تفاصيل الشقة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة صورة عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بيتكلم على شقة في الطابق الثالث ناصية، برج جديد، مرخص ومسجل في جمعية 6 اكتوبر للقوات المسلحة. كاملة العدادات كهرباء ومية، وبنستلم اخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. الموقع مميز جدا، على البحر مباشرة، وبجوار الخدمات العامة والأسواق التجارية داخل القرية. المساحة الإجمالية للشقة 120 متر، عبارة عن 3 غرف نوم وريسبشن كبير ومطبخ أمريكاني وحمام وطرق توزيع الغرف زائد تراس. موجود مصعد كهربائي، أسانسير، وحارس خاص للعمارة. المساحة زي ما قلنا لحضراتكم 120 متر. السعر 630,000 جنيه كاش. وكان مع حضرتكم من داخل مكان احمد بهجت، صاحب قناة صورة عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، تشتركوا معانا كمان في القناة عشان يوصلكم كل جديد. العرض ما شاء الله كويس ومميز جدا، سعر كويس جدا لشقة 3 غرف نوم ناصية، بتطل على البحر مباشرة، رؤية ممتازة، حاجة ما شاء الله جميلة جدا. ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب.
اشوفكم ان شاء الله على خير في شقه جديده وعرض جديد وعقار جديد مع قناه سوق العقارات في اسكندريه شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.